ايوه مساء الخير عليكم. مساء الخير عليكم البنات، توجور معكم داليا الحسين واسيا الحسين في الغيبيه. مرحبا بكم 48 ولايه مختصين بالخلطات السحريه لجمال جسم المراه. السلام عليكم، سلام ديدو، سلام البنات الكل. اهلا داليا، كيفك؟ سافا الحمد لله تهبلي، ميرسي بوكو. سلام داليا الزينه، سلام تهبلي حبيبتي، ميرسي البنات ربي يخليكم. سلام داليا، سلام، هاي حبيبتي منوره، ميرسي حبيبتي كما يقول المصري النور بحضرتك. سلام سلام، عيب عليكم، عيب عليك، ما بعتي لي من توج ودرتي عليا. اه يا خويا سبحان الله يا ربي، يحشم لك ان تحشم. مساء الخير يا زينه، مساء النور، حبك حبك. ها ميرسي تهبلي عمري، ميرسي حبوبتي ما شاء الله خموس عليك، ميرسي حبوبتي ربي يحفظك تهبلي ما شاء الله، ميرسي البنات الكل. سلام داليا طلعتي تهبلي، ميرسي يا حبي. سلام حبيبتي تهبلي، الله يبارك عليك الزينه، نحبك وانا نموت عليك. راكي ملاحه؟ سافا الحمد لله. وين هي اسيا؟ حابه نشوفها. تا اسيا ما هيش معايا، تسمعوا غير صوتها، وممكن تكون معايا وسي تسمعوا غير صوتها. داليا انا نوزن 60، ينفعوا لي ولا لا؟ بونسوار بونسوار بونسوار. ما نحيرش فيكم قد ما نحير في الناس المهابل اللي تشري من عندكم. ما نحيرش في روحي حبيبتي قد ما نحير فيك انت اللي ما تحترميش. راكي تهبلي، ميرسي ربي يحفظك. سلام حبي زينه، سلام توجور طوب. مرحبا بكم البنات الكل، كيما نعرفوا كاين اللي يحبني وكاين اللي يكرهني، وحتى حتكون نسبه اللي يكرهني كبيره ياسر، وحتكون نسبه اللي يحبني قليله ياسر. كيما اليوم ناس ياسر دوموندو عليا اللي ندير لهم لايف، وانا جيت للناس هذه اللي تحبني، لو كان كاين غير 10 عباد حتى انا نحبهم ونموت عليهم ونقول لكم، نقول لهم ميرسي اللي راكم تتبعوا فيا. وكاين ياسر وسي الناس قاعدين يعيطوا لي، يحكيوا معايا، يشكروني، ينصحوني، يهدروا لي، يقولوا لي ما تبعيش تاتا 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 تاتا. نقول لكم ميرسي، ربي يخليكم وماذا بيا، وان شاء الله يا ربي ديما نلقى الايجابيات تاعكم خير من سلبيات. اللي نهار كامل انتقادات انتقادات انتقادات، مي معليش نخليوها نطيشوها في بلاصه واحده اخرى. خموس عليك حنون عين ما تضرك ان شاء الله يا ربي، اليوم جيتي تهبلي ما شاء الله، ميرسي حبيبتي عينيك الملاح. بونسوار، الله يبارك جاك الغوش توب دو توب، ميرسي حبوبتي. اختي كاين تقدمي في النشرة ان شاء الله يا ربي، وعلاه لا، بصح نحب نقدم خلطاتي خير ما نقدم النشرة. تهبلي خير فريمون بيزار، ما تحبوش ولا تتفرجوا. فوالا كيما قالت لكم، ما تحبونيش ما تفرجونيش، بركه ديه كي تشوفوا اللايف تاعي اخرجوا، مش محط ما تفرجوا. واحد ما جيت قلت له ارواح تفرج داليا الحسين بالسيف، تقدمي في النشره، تقول تقدم في النشره، وي حبيبتي وعلاه لا. نقول لكم اليوم بون، اليوم قال لك كاينه شويه برد، وغدوه واقيلا راهي حتشمس. ما شاء الله عليك تباني بنت فاميليا ومتواضعه، اختك من الناس السلبيين، ربي يحفظك حبيبتي. كاينه نقطه واحده وانا جيت نفسرها لكم، مش داك النهار كي درت اللايف قلت من بين المكونات اللي هو المكون الاول، قلت رجل الاسد، مع كل احتراماتي للناس، بصح كاين الناس ما تحترمش. كي تتمسخري، كيفاه رجل الاسد، عين الاسد، راني غلطت في التعبير. باه نقول لكم عشبه رجل الاسد، اي وحده تحب تفهم دركا تدخل لجوجل وتكتب واش دير عشبه رجل الاسد، دوك تفهم تخي تخي بيان. يعني انا راني ما قصدتش رجل الاسد كيما راكم انتم فاهمين، انا قلت لكم عشبه باه نقول لكم عشبه رجل الاسد، قلت لكم رجل الاسد. يعني احنا كل خلقنا ربي، احنا كل عباد، احنا كل نعملوا، احنا كل نغلطوا، احنا كل انتم ما تغلطوش، حكمتوا غير في هادي، انا وسي نغلط، ومادام جيت ندير لايف مش لازم نعرف واش نهدر قد 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 قد. حتى يقولوا كان غلطه صغيره حسبتوها لي اعدام، حتى يقولوا لي راسي غلطه صغيره درتو علاها وقلتو كيفاه وعلاه وعلاه. جيت نصلح لكم المعلومه، راني غلطت في الهضره، باه نقول لكم عشبه رجل الاسد، قلت لكم رجل الاسد، تقبلوها على العين وعلى الراس، ما تقبلوهاش كيف كيف على العين وعلى الراس.
قولوا عينين، قولوا ودنين، قولوا رجلين، كيما تحبوا. يا اختي ديرونا برك ببليسيتي على ما شاء الله تهبلي، خرجي من اللايف الله يبارك، تركي ديما توب تهبلي حبيبتي. مرسي سلام دالي، يا رب يحفظك ويعطيك ما تتمناي، يا عمري على زينة تهبلي الله يبارك. مرسي احنا بزاف نتبعوك لخاطر نحبوك. مرسي حبيبتي. وانا ندير اللايف ما نديرش للناس اللي تكرهني، انا ندير الناس اللي تحبني، على خاطر من المستحيل انسان ولا اي انسان حيدير لايف وما يلقاش اي يالو كان انتقاد واحد يالو كان. دونك نتقبل انتقاداتكم وكل ايجابياتكم وسلبياتكم، مع انه سلبياتكم اكثر من ايجابياتكم. الله يبارك ويني ربي يعينك، نموت عليك. مرسي طقت لي حبيبتي الزين الغالي، ربي يحفظك. تهبلي حنونه متحوسي على حتى واحد، ربي يحفظك. كيما نقولها ونعاودها، اي وحده عجبتها على عينه وعلى الراس، اي وحده ما عجبتهاش وراي تقولي بلي هك وراي تقولي هك، يا اختي العزيزه انا واحد ما نحبوش ما نتبعوش، انا وحده ما نحبهاش ما نتبعهاش، ما ندخلش نتفرج اللايف تاعها. مثلا انا انت قاعده تشوفي فيها اني تافهه ونكذب وهك وهك، ما تفرجينيش، اخرجي. ولا راكي قاعده تفرجي فيها، تفرجي فيها باه تكتبي كومونتير خايب، انا مش نيحه نقراه الكومونتير هذا، واللي يقراوه ويضحكوا عليك هذوك عباد كيفك انت مشهم كيفي انا، انا ما نحترمكش انت الا انت كومونتيتي كومونتير مش متربي كيف انت قاعده تهدري بفاصون مش عاملاها ولا قاعده تكومونتي في عيب ولا، انا ما نقدرش نجاوبك، من المستحيل حنجاوبك. قبل ما نجاوبك سبا نحترم نسرجل، نحترم حتى البنات صغار، نحترم اي وحده قاعده تتفرج في اللايف تاعي، كل نحترمكم، وانتم ما عندي ما حنقولكم، ربي يهديكم ان شاء الله. بس راني ديما نبقى ندير في اللايف وديما نحكي على الخلطه تاعي، ربي يعينك وربي يوفقك برك ان شاء الله. دنيا ما تخلي حتى وحده تعطيك طاقه سلبيه، راهم يحطموا فيك. والله يا حبيبتي كون جيت كون جاوا الناس حطموني اني تحطمت من قبل، عمري ما نتحطم من كلام الناس، عمري. الناس تحكي 6 اشهر وتسكت 6 اشهر واكبر ادله راكم قاعدين تشوفوا واش عايشين، وطاقه سلبيه ما يقدر حتى واحد يمدها لي، على خاطر انا انسانه كانت عندي طاقه سلبيه قلبتها طاقه ايجابيه وفجاه نط رقدت ونط، حاجه باينه حتكون عندي طاقه ايجابيه. في ميكا تتبعوا الحق، لبسوا القنادر رايحين جاوا يهبلوا، لبسوا قنادر شريتهم كل، لبسوا بيل تروحوا تجريوا وتقولوا سي فغي. ممكن تعطيني العمر قدمي في النشر وما يدخل روحي اللي درتها تجي عليك، هادو مغياري ربي عايشك يا حبيبتي، يعطيك اسد يطير لك راسك وراسك وسي راسي وراسك، راسي يطير وراسك يقعد. كوزينه وي بالكون مش كوزينه، من ندخل سناب ولا في الانستغرام ولا في تيك توك نلقى واحده كتبت لي كوزينه، عاملكم شنو هي حكايه كوزينه دوك نفهم لكم باسكو كاين ناس مش فاهمين. المره اللي فاتت خلا 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 كاينه واحده قالت لي انت كوزينه تاع فلانه، قلت لها انا انت كوزينه تاع شيراز، قلت لها انا كوزينه، ومن بعد فهمت بلي لا كوزين تاع شيراز، ولو درك حاكميني كوزينه كوزينه حبيبتي والله كي غلطه اكتبي بالكم خير من الكوزينه، على الاقل بالكم تشمي فيه شويه هواء، الكوزينه ضيقه ومغمومه وطياب وقرابج و... يبوه راهي باينه عشبه ام يتمسخروا اختي. وي اختي الاحمر واتاك تعيشي اختي فوساتتك ناتشورال ولا مخدومه؟ اي بون البنات ان شاء الله يا ربي ليامات هادومه نعاد لكم وين حندير الفوسات وعند شكون درتها وكيفاه وكيفاه وعلاه. بون ما تسقسيونيش ياسر على فوسات، شويه برك ايامات وتشوفوا تعجبيني خلاص. ميرسي دالي ربي يحفظك، ميرسي ربي يخليكم. بون نهبط شويه لتحت باسكو ياسر لي كومونتير. لطفي لطفي مون فرير، واش هذه الخلطه اللي كلاتها صوفيا؟ من فضلك هزت صحتها وعجبتني صوفيا، كلات الخلطه اللي تسمن. بون واش عاوش نحكيو اكزاكت، نحكيو على الطبيب الاسنان. اها خلطه الطبيب ما حساسه ليش تقدمي هنا؟ بون اليوم حنحكيو كيما راكم واشرقت الشمس، واش هذا؟ اسيا عطا اسيا. الو دقيقة شوفوا هنا أنا استناك أيوة أيوة دقيقة تاع اسيا ما ديريش.
راني جيت، اصبري دقيقه برك راني رجعت لهم. هاي حطي هنا معكم اسهل الحسين البنات. الو اسمعي دقيقه وان مينيت دقيقه برك لا غندوره قاعده تعدل في لاتيلي. لا لا غندوره حتى هو لا غندوره عيطي قول له ما تعاودش. دقيقه برك لا غندوره لا غندوره هيا تقضي تبداي قولونا بها هاتك اسير. هيا روحي روحي تفضلي. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كل بخير. نحبكم الكل ديما بيان سور نكون يكون تدخل تاعي ديما راني انا وداليا نكونوا بعد على بعضنا. هي راهي عن شيراز وصلني في داري. المهم داليا راهي بعت من شيراز ما علينا. بالنسبه لعشبه الاسد كما قالت ديك النهار داليا قالت لكم هاي جات كملي. نعطيو تعريف عشبة رجل الأسد. داليا كانت غلط في المصطلح أنها توصلكم معلومة ما عنديش. هي راي تلميذة والتلميذ لازم يغلط باش يقول لي أستاذ لازم يغلط. العشبة هذه تنتمي ما نقولوش تنتمي عشبة الأسد عبارة أو عباءة السيدة حاملة للنداء من الأعشاب المعمرة التي تنتمي إلى الفصيلة الوردية. تمتلك أوراق خضراء. أكون سمعوا فيها ولا لا؟ يسمعوا فيك حيقول لك أنا نسمعوا فيك. معليش باسكو تخطأ فوا الرز ينقص. أها. دونك هذه تعمل على تقليل الوزن. تعدل الدورة الدموية، يعني الدورة الشهرية للنساء. يستعملوها الرجال ونساء. دونك كي يكون راجل حاجة باينة ما نحطوهالوش. كي تكون امرأة نحطوها لها. وهي راهي عشبة نسائية من الدرجة الأولى. استخدمت هذه العشبة على مدار السنين، يعني راهي العشبة هذه ملي تحطت في الكوكب في الأرض ملي خلقت الدنيا والدين. يعني انتقاداتكم هذوما اللي قاعدين ينتقدوا بحاجة ما يعرفوهاش، روحوا صلحوا مدى بيكم أنكم صلحوا المعلومات. تقراوا برك معليش يا سيدي بالك شحال ما غلطوا. احنا بربي ان شاء الله ما نغلطوش ما دامنا نستعملوا اديه العشبه راهي محطوطه في الكون ربي اللي حطها ما حطيناش احنا. انت يا خالتي سوسو دقيقه سامحيني قطعت لك كلامك. يعني انت الله يبارك قاعده تهدري بقرايه الله يبارك ايتو وتهدري بثقافه. يا فما بالك لا غاندوغا لي زيميغري يقولوا لا غاندوغا، لي ماروكا يقولوا لا غاندوغا، لي تونيزيان يقولوا لا غاندوغا، جاو فتاو فها وقال لك كيف ما. يا فما بالك قاعده تهدري لهم في قرايه قرايه بيان سور يفتيو فها باسكو ما يعرفوهاش وقاعدين يخربطوا برك. يا شيراز احنا نقولوا لا غاندوغا نقولوها لا غاندوغا انا تقول لا غاندوغا انا تجيني كبيره باين انا ستيل ما نقولش غاندورا انا نحب نقول لا غاندوغا نحب نقلش روحي نقول لا غاندوغا. واحد يسالني انت قد تهدري في طابل شيراز كيما لا طابل نقولوا لا طابل نقول ما نقولوا نقول كاين ناس تقول طابلة اكزاكتومون فوالا عادي الانتقاد كي ينتقدوا حاجه كيما هكا انتقدي على واش قال ربي ونبي ما تنتقديش على مصطلح نهضروه كل يعني يهضرها العامة كل واحد سواء كان قاري سواء إنسان كان جاهل صح. كل تقول لغاندوغا ناس كل مهما تكون ثقافتنا احنا الجزائري نقولوا لغاندوغا كي تعد واحدة تحب تقولها أون فرونسي تقول لغاندوغا كي تقولها عربية أنت عارف نقولوا غاندورا لوهرنا يقولوا البدعية كل واحد كيف ما يقولها جبة دونك شيراز بيان سور شيراز بنت أختي كيما الناس يحبوك يا ماما الكبدة كيما الناس ينتقدوك سي تو تافي نورمال انتقاداتهم يحطوها انت انسانه عفويه نحبك ياسر وانسانه محترمه وجو بونس كو انا بنت اختي اللي دير لي لايف بون هي تحب لي فوتو هذه هي شيراز مي انا الحاجه اللي نحب فيها شيراز انها شيراز جانس معناها كانت كلمه عيب وجاني هذه شيراز نتقد كلمه عيب يعني انتقاداتكم خليوها عندكم باسكو مش حاسه مع بكم وبرك داكور شيراز ميرسي خليتها من كل اعماق قلبي نتمنى لك ديما المزيد مكره جو تام ترو خلوته موح
هم بعد كده كده يكلموا على كده جو تام ترو ما علينا ما علينا ما كانش مشكل بنتي نورمال. نرجعوا غزلوا أنا طخيجي يعني نرجعوا لموضوعنا الأساسي. موضوعنا الأساسي راني قلت لليا على العشبة هذه باللي نورمالمون الناس اللي قاعدين ينتقدوا في داليا يروحوا للانترنت برك يروحوا للانترنت رانا في 2021 نورمالمون من الجهال وفوالا وكل حاجه كاينه في الكون فوالا غير امك وبابك ما يكونوش يعني اذا كان راحت الام والباب والخواتات ما يكونوش بصح الاعشاب وكل شيء راهم من الطبيعه واحنا الحمد لله رانا نستعملوا اعشاب طبيعيه 100% ما كانش فيها اضرار يعني مدام كاين عندنا اعشاب طبيعيه ليتاكلها مراه تكون حامل ما تهلكهاش الحمد لله ناس بزاف حوامل الدور عندنا لي برودوي والحمد لله ولدوا واولادهم ما شاء الله عليهم يعني ما هلكلاش امه كاين ناس في مرضعه كيف كيف يعني احنا اعشابنا رانا نفيدوا فيكم يا ناس اتقوا الله رانا ما نشنا هلكوا فيكم صح نخدموا على رواحنا الحمد لله ثقافتنا وقرايتنا وصلتنا ان به نوصل لكم المعلومه دي برك يعني ناس بزاف في ناس بزاف في كاين وحده تعاني من السمنه كاين ناس تعاني من الضعف كاين ناس يحبوا يعدوا الارداف والمؤخره هذه الحكايه دي دونك مرحبا بكم اي حاجه كونسيرنو تسونامي انا الحسين اسيا والحسين داليا راني انا وداليا الوكلاء العام للشرق الاوسط ومن بعديك نبعثها لداليا تشوف الكتيبه هذه وتشوفوها انتما في الطريق تاعها داكا احترامتي لكم الكل مهمك لتعلم يا استاذة الشرق الجزائري بليتو الشرق حاكمين الشرق يعني غلط لديدو تحكموها تاع الشرق انا مطلعت المعلومة انا تبيني ما غلط انا من العسكري كبيرة مني كان عندي اغلاط ونتعلمو نورمال المهم ارقامنا في الخدمة ما تعيطوا الناس على داليا ما تعيطوا الناس على شيراز شيراز وداليا عندهم دي نيميرو بيرسونيل وما يحكيوش مع الناس الكل سورتو بوكو بلوس مع الرجال يعيطوا باش يحكيو مع داليا ولا شيراز ما عندناش الوقت ليكم فوالا حنا نحكيو مع الناس مي في اطار العمل وتحت الحكايه تاعنا احترموا مواعيدنا المواعيد تاعنا نبداو من 9 لل 11 فضل 11 تليفون راكم ما تلقاوناش يعني 11 رانا كثرنا على رواحنا مي معليش كاين ناس ما عندهمش وقت على غالب لازم نجاوبوا الناس يعني نكونوا كيما نقولوها احترمونا باه نحترموكم نحبكم ياسر كانت معكم اسيا الحسين وداليا درك تكمل الشيء اللي كان حبيت نعم واش نقول فكريني داكور فكرتني يا اختي باللي كاين ناس متاقدونا ان احنا ما نجاوبوش وكان كيف ما راكم ما تجاوبوناش ماما دونك وكاين حتى ناس يطيحوا لنا الكلام يعني هضروا لنا كلام ومن بعديك عاودوا بلوكاونا ما نقولوش ما بلوكاونا ان احنا ما ريبونديناش الله غالب احنا طرجو يوميا عندنا 400 ميساج 500 ميساج حتى 600 ميساج يدخلونا طرجو يعني ممكن يكونوا لي ميساج تاعكم يكونوا هما الاخرين مي راح نتوصل نوصل دقيقه بك هذا اللي نحط البورتاب تاعي هكا نقول هذا بلوكا بلوكا التليفون وكيما نقولها كاين ناس قاعدين يسبوا فينا داكور درت بعد ممكن درت بعد جايات نطيحها فينا مي والله 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 غير راهم يجيو من عندنا والله برك ويدوروا يدوروا يدوروا ويجيو عند اسيا الحسين وداليا الحسين يعني احنا منتجاتنا الحمد لله كانت عندنا مصداقية تعاملنا مع 48 ولاية حتى الناس اللي في فرنسا الحمد لله قدرنا نوصل لهم امانتهم ونستحمل الله المهم والاهم كانت معكم اسيا الحسين دونك نخليو داليا شويه تهدر نحبكم ياسر والله داليا قاعده تهدر هكا بصح مانيش فاهمه واش تهدر بس كي نقطع التليفون بالاشارات بالاشارات ضحكت عليك درك نحط لكم الارقام تاعنا اي حاجه تحقوا فوالا كيما راكم تشوفوا كانت معكم اسيا الحسين داليا تقدم في النشره واسيا سي تقدم معاها في النشره
sans oublier la Gandora. درك عدلي واحد الكومنتار قالوا تقول علينا في الإذاعة. إذاعة نبيعة الخلطات السحرية. لا جزائرية طول. جزائرية. بون. تابلو تابلو ما شيري. مرسي حبيبتي. شكون يجيك ممكن وصفة تكبير قلب. به من به. به وش به نكمل ما نتفرش. صبريني واحد شهرين هكاك ونختاري وصفه التكبير عبديها لي عبديها لي وصفه التكبير القلب ضحكتيني ايا ايا روحي نبداو نهضروا على الخلطات على الخلطه تاع تاع الجسم كامل تاع تبييض المناطق السوداء المناطق الحساسه المناطق الحساسه طبيعيه اها 100% كيف هاي يسمعوك طبيعية 100% انت تادي وانا نعاود يغلقها مساعة من خطتها هاي عارف لهم خلط تبييض الجسم كامل ممدلية ما تحب استهدر برك حلمي عندي تعب من العذراء خلطة تبييض الوجه ومن المناطق الحساسة هما زوج خلطات تاع تبييض الوجه واحد كانت خلطة واحدة دركا سيباريناه قلناها زوج خلطات تاع تبييض الوجه فقط تتصلح من في الرقبة وحدها ونتاع تبييض المناطق الحساسة الأنثوية وحدها كاينة خلطة تبييض الأسنان هذو كامل جربوهم وهذا وين راحين يبداو تاع تبييض الوجه المناطق الحساسة من قبل دوك سيبارات كانت خلطة واحدة دوك سيبارات تاع تبييض الأسنان بشوهة جديدة وكاين خلطات خاصة بالنساء يعني قالت لنا آسيا ما تهدروهمش كيت كيت اللي تحب تعرف وش هما تتصل بآسيا دوك انا تعيط لها تقول لها وش خاصه جد والجد والنساء وقالت لكم آسيا داليا هي ما تتفكرش قالت لكم آسيا عندها الهزايمر 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 قالت لكم الهزايمر المهم أمانة الوحدة تحسب عليها قلت لكم آسيا الحسين للنساء اللي ما كيما نقولوا كنت ديري لايف عملتي قعدت فيها كنت ديري خمسة سنين لعبت لي عالم قالت لي مش معنى قلت لي مرفة قلت لكم آسيا هاي أسكي ها هدري ترى قلت لكم آسيا الحسين نساء اللي ما عندهاش مشكل في الضنايا كيما نقولوا المرة اللي ما عندها حتى مشكل اللي راحت للطبيب وقال لها ما عندك حتى مشكل نينتي نيرا وطولت شوية ما يعني كما نقولوا تأخرت في الإنجاب أكونديسيون يكون قال لها طبيب انه ما عندها حتى مشكل لا هي لا رجلها تتصل بآسيا حاجة خاصة بالأمور هذه هذا هو كل شيء والله حبيت نقول حاجة بقى سمحيني يا شعر قطعتك والله 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 شتي في الليلة اللي نحب نعاودوا اللايف تاعي بس عاوها نعاودوا على حاجة على الكومنت لي كومنت تاعكم يضحكوا ضحكوني اللي مش بضحك لي انا نهتت وقت اللايف لا لا قالوا ها الهزايمر جاب ربي فخنا له شكون العقولة دي نعتبروا عبارة شوية عن ضحك سبحان الله ديما خلطات سحرية ما كانش شوية ضحكة يوم مع شهرة رنا متنا بالضحك كما قلت لكم شهرة كاين اسمعي وتعلمي كما قلت لكم شهرة شوفي كاين خلطات مختصة بتبييض مناطق الجسم الحساسة يعني كاين كل امرأة مش من منطقة تعاني منها كاين اللي تعاني من الابد كاين اللي تعاني من المناطق الحساسة للفخذين وبالأخص بين قوسين جبنا البرودوي وهو راهو عدى من قبل ما ديكلاريناش به بركه كاين الناس ياسر وتعرفوا لايف على المباشر ومن هنا خاص جد الجد 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 بالنساء يعني اي واحده تحب تفهم تقدر تعيط لي لا معليش عادي يعني ما يعني مش انت تقدر ما تروح للطبيب قادر تلقاها في انونس خلطه تاع تضييق المناطق الحساسه تضييق المهبل بالتفصيل بالتفصيل الممل واش حبيت نقول لكم البنات حبيت نفسر روسي حاجه بالنسبه للناس اللي تعيط وتقول راكم ما تهزوش رانا عندنا تخوالين دونك عندنا تاع اسيا وتاع اسيا وتاعي انا
شفتوا وقت ما نقدروا نلقى وقت باه نهزوا انا نهزوا من المستحيل ما نهزوش علينا احنا بصير انا نخدموا هذه خدمتنا ولازم انه نجاوبوا ولازم انه نهزوا دونك استناونا برك باسكو كاين غاشي ياسر نبعتوا ل 48 ولايه مرحبا بكم الناس الكل الخلطات السحريه طريقه التعامل طريقه التعامل تبعثوا لها دراهم بارتيسيبي على كيما نقولوا على مواقع مواقع نقص الو داكور اوكي ها داكور داكي ما نمشي هيا اوكي ها قلت لكم تتعاسي قلت لكم ما تهدروش في ال على البرودوي هذا تجي يجيبني للبريفي قولوا برودوي خاص بالنساء فقط ها درك درتوا لي معاه انا مشكل انتما اللي قلتوا لا جاندوغا هي اللي قالت لي تعرفي خاتني لا جاندوغا خاتي كوزينه معليش يا حتي قلت لهم بما نخلي لها لهمش في قلبها ما تخلي لكمش علاقه في قلبكم ها كيفاش طريقه التعامل تبعتوا دراهم بارسي سي بي كي تروحوا اكيد واحد راح يروح البوست تايفيرسي دراهم بارسي سي بي مدوا له طالون هذاك الطالون تعاودوا تبعثوه في الواتساب ولا الفايبر ولا الماسنجر وتكتبوا تحته الاسم واللقب والعنوان ورقم التليفون وعاودوا اكتبوا لها تذكير بالخلطه اللي راكم طالبينها تحبوا تبعثوا الدراهم تاع الترونسبور ما كان حتى مشكل اي باينه حبيتوا كي يلحق الطاكسي عندكم راكم تخلصوا الاو ام اس يتبعث في الاو ام اس بصح كاين مشكل باك ام يطولوا شويه صافي كيما مثلا من عندنا بلزيره تقعد 4 ايام 5 ايام بالك 6 ايام يعني راحت مد فتحوا ترونسبور فرج علينا ربي هاي تبعت في الطاكسيات وخلاص هذه سي سي بي منين تجيبوه تطلبوه من الفايف نمر في 3 كل نيميرو فيه عنده واتساب وعنده فايبر تجيبوا السي سي بي من ثم ها كيما كانت تفهم فيكم راحت لي الهضره باسكو واحد الكومونتير كنت حنقراه وراح لي منين اللي شريتي شكون يشرى من عندك شكون جربها اختي كاين ناس ياسر شراوها من عندي وكاين ناس ياسر جربها اللي تحب تقولها شريتها هاي تقولوا لي ما تحبش تقول هاي ما تقولش مش حنحط مع الناس باه يجيو يقول لكم بلي ام شراوها كاينه واحده قاده دايرتها بالدرجه امها واحده عخالتها واحده صاحبتها كل واحده حره ما نقدرش انا نقول الناس ارواح وبيسيب يقولوا بلي انا شرينا واش حبيت نقول لكم اللايف هذا درناه اليوم خاص بالخلطات تبييض المناطق السوداء والتبييض الاسنان وكل لايف ان شاء الله راح نهضروا على حاجه جديده كيما راكم تشوفوا هذا راه مباشر وانا انسانه عاديه جد وجد يعني لازم نضحك لازم نهدر عادي تقبلوا اي حاجه باسكو كي تشوفوني ان شاء الله ونتلاقى بكم هذه هي طبيعتي مرحبا بكم الناس كل 48 ولايه توجور معكم داليا الحسين واسيل الحسين نيميرو اسيل الحسين 05 53 72 58 04 36 76 تاعي انا مرحبا بكم 60 من الاخر 12 هذاك اللي هذاك تاع اسيا تاعي انا 05 58 04 36 76 و61 ou 61 ninsah 06 61 32 76 11 le facebook تاعي الحسين داليا الحو الفيسبوك تاع اسيا الحسين اسيا مرحبا بكم البنات عندنا وكيله كوثر في الصيف تتعامل معنا وعندنا في قسنطينه من الصيف ونبعثوا لقسنطينه نبعثوا لهم المهم عندنا وكيله تما باي باي دونك تهلاو في روحكم وسونزابلي لا غاندورا هزايمه